مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، الآن أعزائي الطلبة، الصف 11 أدبي، مادة العلوم، الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021، عنوان الدرس تاريخ الدواء الطبيعي والنباتات. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يكون الطالب قادراً على أن الهدف الأول يعدد أهم مصادر الأدوية التي استخدمها الإنسان بعد الرجوع للمصدر التعليمي. الهدف الثاني يوضح كيف يتعلم الإنسان الموازنة بين استخدام النباتات الطبية وآثارها الجانبية. الهدف الثالث يذكر استخدامات المرمية والزعتر والزعفران الطبية بعد الرجوع للمصدر. بداية، تشجيع الطلاب على متابعة النشاط والاجتهاد بعد المنتصف، وعرض محتويات الكتاب وعناوين الوحدات والدروس، إبراز التكامل بين الجزء الأول من الكتاب والجزء الثاني. سنستعرض له تكملة لمعرفة الآن علاج لهذه الأمراض التي تعرفنا عليها في الوحدة الأولى السابقة في مادة العلوم العامة الصف 11. عصف ذهني: شاهد الصور التالية وتعرف عليها، وما هو اسمها الشعبي في بلدك ولماذا تستخدم. دائما تشايفين اللي هي هذه عبارة عن عيدان القرفة، وهذه تستخدم في معالجة ارتفاع ضغط الدم والسكري، ولها عبارة عن آثار صحية كثيرة وتقوي الدم. إذا هذه مادة القرفة. شاهد الصور التالية وتعرف عليها، وما اسمها الشعبي وماذا تستخدم. أيضا نبدأ بهذه، هذا نبات الميرمية يا شباب، وهذا نبات الزعتر، وهذا نبات الزعفران. القراءة النشطة: ارجع للكتاب صفحة 85، اقرأ الفقرة في الأعلى الصفحة جيدا، ثم أجب عما يلي في ورقة النشاط لديك. ما هي أهم المصادر، مصادر الأدوية التي استخدمها لعلاج الكثير من الأمراض؟ أكيد اللي هي جذور النباتات وبذورها، ومن لحاء الأشجار، وسم الأفاعي أيضا. النشاط الثاني أو النشاط الأول، القراءة النشطة: ارجع الكتاب، اقرأ في الأعلى جيدا، واجب كمان على الأسئلة التي في الأسفل. ما هي المرض المعالج بها؟ لا مسحوق أوراق نبات الصبار علاج الحروق، والقرفة علاج الحمى والسكري، والزنجبيل تخفيف الألام في حالات الدور. استراتيجية التعلم التعاوني: واجمع ثنائي عن بعد، قم بالتعاون مع زميلك من أجل دراسة الصفحة 86، ثم شارك في النقاش حول استخدام النباتات الطبية، ثم قم بالإجابة على الأسئلة التي يليها في ورقة عمل لديك. فسر: معظم محاولات الإنسان لمكافحة الأمراض تركزت على النباتات. لماذا؟ لأنها تقاوم باستمرار كثيرا من أنواع البكتيريا والفطريات لكي تبقى حية، فهي تستخدم في مقاومة الأمراض. كيف تعمل تعلم الإنسان الموازنة بين فوائد استخدام النباتات والآثار الجانبية السلبية الضارة؟ عن طريق التجربة والخطأ. الآن سنتعرف على بعض الاستخدامات العلاجية لبعض النباتات، لأن هذا ميرمية يستخدم، يساعد على الهضم، يوقف الإسهال، تقاوم الآن المرمية نزلات البرد. أثر احتوائها على مادة الاستروجين السامة تتلف الجهاز العصبي والكبد. الزعتر وقف الإسهال، السعال عفوا، التخفيف من الالتهاب الشعب الهوائية، مكافحة حب الشباب. إذا استخدم الزعتر بكثرة فقد يبقى تخثر الدم ويزيد من خطر النزف.
الزعفران يحسن المزاج ويقلل من الإجهاد. تنبت حبوب اللقاح في رأس قلم الزهرة، أما الأجزاء الأخرى فهي سامة. الغلق، نحط نباتات طبية مفيدة ولا أضرار لها؟ لا، أكيد لها أضرار، فإذا هو خطأ. كان الناس يقطعون مسافات ويخوضون مغامرات للبحث عن نباتات علاجية، صح. لا مشكلة إذا استخدمنا نبات الميرامي بكميات كبيرة، خطأ، لأنها تنتج مادة سامة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إن شاء الله نكون فهمناكم اللي هو الآثار العلاجية للدواء الطبيعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.